بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم البعث واليقين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد كنتلقاو بكم على قناة شوف تيفي من خلال برنامجكم الرمضاني حلال ولا حرام في رمضان، برنامج اللي كيقربنا من مجموعة من الأمور اللي كيستعصى علينا الفهم ديالها أثناء الصيام ديالنا. واليوم إن شاء الله احنا غادي نختاروا أننا نتكلموا معاكم حول الماكلة في رمضان بالنسبة للإنسان اللي مسافر، واش حلال ولا حرام في رمضان. هادشي كامل احنا غادي نتعرفوا عليه، وغادي نتعرفوا ايضا على الحكم الشرعي من بعد ما نشوفوا آراء المواطنين ومن بعد راجعين. كنت مسافر وكان رمضان نصوم، ولكن واحد الخطرة فطرت. كنت مسافر وفطرت. ما ناكلش؟ لا تبقى صايم؟ لا نبقى صايم. صيام صوم والله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورجعنا معكم أوفيانا الكرام، ودائما نحن نتحدث حول يعني الإفطار أثناء السفر، واش جائز ولا ماشي جائز. الإفطار أثناء السفر هو جائز، لكن بالنسبة للإنسان اللي عنده واحد السفر اللي هو بعيد، ماشي إنسان غادي المحمدية ويقولك لا نفطر. فهنا يعني مسألة يعني شوية غادي من الدار البيضاء المحمدية يقولك نفطر، أو تاني هنا شوية أمر فيه نقاش، ما خصوش يفطر. مع ذلك إلا كان يعني مسافة بعيدة، واحد يعني مدة زمنية بعيدة، وخاصة حنا دابا في أيام الحر في أيام الصيف، الإنسان فهو كيعاني يعني خاصة العطش وهذا، فيجوز له أن يفطر ومن بعد غادي يقضي ذاك النهار ديالو ولا حرج عليه. بهذا أوفي أنا كنكونوا وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامجكم حلال ولا حرام في رمضان. غدا إن شاء الله نتلاقاو في آخر حلقة من برنامج حلال ولا حرام في رمضان. فتوى جديدة، السلام عليكم.